فيلم باختصار شديد يحكي عن قصة جمال خاشقجي رحمه الله، وعن علاقة أو علاقته بالسيدة خديجة جنكيز أيضا، وعن اللحظات الدامية التي سبقت اغتيال جمال خاشقجي وقتله وتقطيعه، وأيضا يحكي عن الأحداث التي صاحبت ما حصل بعد ذلك، الضغط الدولي والحديث وحديث الإعلام العالمي عن جمال خاشقجي رحمه الله، حتى أصبحت القضية هي ممكن أهم قضية في عام 2018 تقريبا إن لم تخن الذاكرة. وأيضا الفيلم يتحدث عني، عن قصتي، عن تجربتي في العمل مع جمال خاشقجي أو تجربتي في أعمال أخرى، عن ما تعرض له إخوتي وأصدقائي من أذى وتعذيب واضطهاد، وما تعرضت له أسرتي من حرمان، وأيضا يتحدث عن الوضع السياسي في المملكة العربية السعودية بشكل عام. ابتداء، مجرد نشر التقرير وذكر اسم محمد بن سلمان هو خطوة جيدة مهمة جدا، تضع محمد بن سلمان في حجمه ومكانه الطبيعي أمام أعين الناس أنه قاتل ومجرم ومتورط. هذه مسألة وهي خطوة مهمة للغاية. الأمر الآخر، حينما يكون الحديث عن عقوبات ضد المملكة العربية السعودية، فإنني دائما أنا وبقية الأصدقاء بصوت عالي نردد أننا ضد أي عقوبات من الممكن أن تمس المؤسسات السعودية أو الجهات الاستثمارية السعودية، لأنه في نهاية المطاف من سيتضرر إنما هو الشعب، شعب المملكة العربية السعودية. أما العقوبات على محمد بن سلمان وجماعته وفريقه، وإن كانت يعني البعض يرى بأنها مؤثرة أو ذات تأثير أو لها قيمة، فنحن لا بأس، لا بأس بالعمل بهذه، وإن كنت أرى من وجهة نظر المتواضعة أنه هناك خطوات أكثر تأثيرا من مجرد فرض عقوبات على محمد بن سلمان ومن هم حوله. يعني أنا باعتقادي أنه أي خطوة تأتي في اتجاه الضغط على هؤلاء وإيصال الصوت وإيصال الرسالة على أنكم ستلاحقون، سيتم التشهير بكم، سيتم التضييق عليكم، هذه خطوة مهمة للغاية. في تجربتي الشخصية التي مررت بها أنا وأسرتي وأصدقائي وإخوتي وما زالوا يعانون من هذه اللحظة، أنا باعتقادي أن هناك لو كانت الحكومة السعودية عليها ضغط أكبر من هذا لما حصلت هذه كثير من هذه القضايا ومن هذه الإشكالات. لا أتحدث هنا فقط عن إخوتي وأصدقائي، وإنما أتحدث عن الوضع العام بشكل عام، الانتهاكات التي حصلت في المملكة العربية السعودية ضد بقية النشطاء السياسيين، النشطاء والناشطات، الحقوقيين والحقوقيات. لنقول أن هذه خطوة جيدة كبداية، وننتظر كيف سيتم تنفيذ هذه الإجراءات لنستطيع الحكم عليها بشكل أكبر. أنا أولاً يعني كما تعرف كنت ضحية لهذه الشركة، شركة NSO، عن طريق استخدام تقنية بيجاسوس، لكن وتعرضت للأذى المباشر بسبب هذه الاختراقات. لكن ما يحزنني هو أنا أتحدث هنا من ناحية أخلاقية، التجسس أو الاختراق أو 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 محاولة التنصت من حيث المبدأ الأخلاقي هذه فكرة مرفوضة تماما، لكن من الممكن أن تكون مقبولة عند البعض بكل تأكيد حينما تكون حكومة تتجسس على حكومة أخرى. أما أن تكون حكومة تلاحق أفراد فهذا يظهر لك مدى ضعف هذه الحكومة ويظهر لك مدى حشاشتها، وهذا يؤسفنا حقيقة أن تكون بلادنا وتكون حكوماتنا تلاحقنا بهذه الطريقة التي لا تظهر إلا خواء وضعف. اليوم هناك قضية مرفوعة قمت برفعها ضد هذه الشركة، شركة NSO، ولا أستطيع أن أبوح ببقية التفاصيل، لكن القضية تسير الآن في القضاء وسيأخذ القضاء مساره، وننتظر بقية النتائج إن شاء الله. أنا أشكركم شكرا جزيلا من كل قلبي وبكل حب وبكل مودة على الدور الذي تقومون به أنتم في دون، وأشكر أيضا المنظمات الحقوقية الإنسانية الأخرى التي تمارس نفس هذا الدور النبيل. أعلم أنكم تلاقون أحيانا بعض الصعوبات، لكن أتمنى أن لا يخفض صوتكم
وأتمنى أن تسيروا وتواصلوا عملكم، لأن دوركم اليوم ملموس رغم يعني أنكم ما زلتم كما يقولون طفلا وليدا للتو يعني يحبو، وإنما متفائل بأن داون في قادم الأيام سيكون لها إن شاء الله شأن كبير ويكون لها حضور كبير وتأثير كبير، ليس فقط على المشهد السعودي وإنما على المنطقة العربية ككل إن شاء الله.